اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وقنا عذاب النار. مرحبا بكم في قناة الأستاذة راضية لتسهيل الدروس الصعبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين كامل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لفيديو تلقاكم كامل بخير وبعافية وصحة جيدة. إذن رانا مع الفرض الأول تاع الفصل الأول في اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة متوسط. بدون إطالة نروح نشرح النص. إذن هاي My name is Yamazaki Kimura. I am 13 years old. اسمي هو كذا في عمري 13 سنة. I live in Osaka. وشنو هي أوزاكا هذه؟ It is a beautiful city in Japan. إذن هي مدينة جميلة beautiful nice city town in Japan. I am a pupil ولا student at junior high school. هذه المدرسة تاعو junior high school ساحة. أيا هنا وش هو يدير؟ عطانا الاسم والعمر. دائما نتوما كنت قراو راكو ديروا في التحليل على حسب الدروس. نروحوا للفقره الثانيه. I am interested. انا مهتمه بواش هنا يعني غير تشوفوا I am interested تفكروا الدرس تاع my interest. I am interested in Japanese rock music الموسيقى الروك and hip hop and I love listening to the famous Japanese band called Zone. يعني حاب يسمع هذو النوعين تاع الموسيقى الروك, يحب الهيب هوب ويحب يسمع الباند معناتها فرقة واسمها The Zone. I always buy معناتها أشتري, دائما أشتري لي DVD تاوحهم their DVDs and go to the music shows. Music shows معناتها الحفلات تاعهم على الهواء الطلق. I can play the guitar, نعرف نلعب la guitar very well, جيد جدا, but I can't sing, ما نعرفش نغني. شفنا هنا كي نشوفوا I can معناتها ability, I can't معناتها inability. I'm very keen on, I am هذه very keen on, شفناها مع الدرس تاع my interest معناتها شفنا بزاف افعال. شفتوا يا اخي درت لكم درس عندنا I like, عندنا love, عندنا prefer, عندنا enjoy, وعندنا واحد العبارات اللي هما I'm keen on ولا I'm very keen on, وعندنا I'm fond of. هذوما كامل داخلين في الدرس تاع my interests. الوغ هذا واش يحب؟ I'm keen on sport and in my free time, في وقت الفراغ free time, I always, شوفوا always معناتها دائما, play a football match with my friends, معناتها في وقت فراغي دائما ندير ماتش تاع فوتبول مع أصدقائي. صح. نروح إلى فقرة أخرى معناتها فكرة أخرى. I am friendly. وين شفنا friendly؟ شفناها في الدرس تاع الشخصية. So I am friendly and quite talkative. هم الزاجكتيف تاعو. Friendly معناتها إنسان ودود يحب الصداقة ويحب الأصدقاء. And quite talkative يسمى quite هنا مشي quiet. مشي كاين quite وكاين quiet. Quiet معناتها هادئ. Quite معناتها تقدر تقول. And تقدر تقول ثرثار. I am cool and funny. ما نزعفش ظريف نضحك ونضحك الناس funny. My friends say that I am clever. صحابي يقولوا لي بلي أنا ذكي smart intelligent clever and hard working إنسان مجتهد. But I don't think so. أنا لا أظن ذلك. I am very lazy. أنا كسول جدا especially وخاصة with my homework. خاصة فيما يخص الواجبات المنزلية. نمشي مليح هذه صفة سيئة لازم غير توصل للدار توضأ صلي اشرب قهوتك مع خاوتك وجوز مباشرة إلى الواجبات المنزلية. هذا هو الإنسان الناجح في حياته. إذا ديروا توما هكا بوز عودوا قرأوا النص مليح مليح ونجوزوا إلى التمارين. التمرين الأول واش يقول؟ التمرين الأول شوفوا معايا مليح هنا بارت 1 هذا سوجيت العام اللي فات. بارت 1 عليها 14 السنة, هذا العام بارت 1 عليها 12. كاين صوالح الحين يتبدلوا الوضعية الإدماجية عليها 8 نقاط. إذا دائما من هذو 12 هما بون نكملوا على حسابهم 14 عندنا 7 تاع فهم النص و7 تاع التمارين. نبداو السبعة الأولى. قال لك I read the text then fill in. I read نقرأ and fill in معناتها أكمله نعمر the profile below. below معناتها أسفله. ألوغ النيم تاع هذا الإنسان اللي راهو يهدر وشنو هو؟ نروحو بالكو تغلطو تكتبو الإسم تاعكم تروحو من النص يامازاكي كيمورا نكتبو يامازاكي كيمورا. ومن بعد الإيج الإيج هاي ليك عنده 13 نكتبو 13. ومن بعد عندنا الكونتري كونتري معناتها البلد
البلد، وشنو هو البلد نتاعو؟ البلد هاي ليك it is I live in Osaka، يعيش فيها زاكا. هذه المدينة، هذه تاون صح. انا نحوس البلد it's a beautiful city in Japan. Japan هو الكونتري داكا. دونك هنا عندنا Japan، هنا عندنا يا Japan صح. ناشوناليتي الجنسية راح نشتقوها من كلمة Japan. كان اللي يعرفها وحده، كان اللي يروح يحوس عليها في الناس. وين نلقاها؟ نلقاها الفقرة الثانية كي قال لك نحب الموسيقى الجابونية اليابانية. هاي ليك Japan، نزيدو لها او اس او اي اس اي ساو جابانيز. جابانيز وتوجور بالكابيتال ليتر، ما نحوش لا ماجوسكول. جابانيز ستيلويا واقيلا قالها صح. نروحو لاكتيفيتي نمبر 2. نروحو لاكتيفيتي نمبر 2 واش تقول؟ قالك اي ماتش معناتها اربطو ذا ايديا الفكره وذ اتس كورسباندينغ باراجراف، يعني اربط الفكره مع الفقره اللي جات فيها. او شويه تقربي عبكم شطاري يطيح، دونك ما نورمال سعفوا الحاله. باراجراف عندنا ثلاثه، شوفوا في النص صح عندنا ثلاثه، شوف واحد زوج ثلاثة. كيف نعقل الباراجراف؟ نعقلو من هذا الدخلة اللي هنايا، معناتها كاين باراجراف جديد. فوالا عندنا ثلاثة دخلات، معناتها عندنا ثلاثة لي باراجراف. قال لك الفكرة اللي تقول كيموراز انترستس، وراه الباراجراف اللي يهدر على الانترستس. نشوفو نشوفو كيف نعقلوه. نعقلوه منا اي ام انترستد، هذه واش من الفقرة؟ واحد زوج نمبر 2. دونك كيموراز انترست هي باراجراف نمبر 2. كيموراز بيرسوناليتي الشخصيه، وين حكي لنا على الشخصيه؟ شخصيه هاي لك فريندلي توك، شو كي تسطروا بعد الخدمه تجيكم سهله. رانا في الفقره الثالثه the third paragraph. personality paragraph number 3. personal information اللي هما name و age وكامل راهم في paragraph number 1. فوالا نروحو task number 3 التمرين الثالث اللي هو كما راكم تشوفوا synonyms المرادفات والأوبوزيتس الأضداد. هنا نورمالمون كو حافظين مي وليدات يشوفوا كاينه بزاف، يقول لك تيتشر شوفيني درتها صحيحه. هي تكون صح صحيحه بصح ما كاش في النص. هذا يقول لك ان ذا تكست، ان ذا لازم تجبد من النص ماشي من راسك. هو صح العلم في الراس وليس في الكراس، بصح في الفروض يا خويا اجبد لي من النص. سو نايس معناتها جميل، اعطيني كلمه في من النص معناتها جميل. وباش ما نضيعوش الوقت نحوسوا كلمه واحده اخرى معناتها سوشيبل. سوشيبل يعني انسان اجتماعي، يقصر مع الصحاب ويلعب ويضحك وكامل. سوشيبل اجتماعي وجميل، قريناهم قبيله. سو ماي نيم از يامازاكي، ام 13، اي ليف ان اوساكا. اتس ا بيوتيفول، هاي ليك اتس ا بيوتيفول سيتي ان جابان. دونك لقينا جميل بيوتيفول، جميل نايس. نحوسو قلنا سوشيبل 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 سوشيبل، وراهي حاجه ما نحوسوش هنا مكان له باسكو هذا الباراجراف تاع انترست، نحوسو في الباراجراف تاع الشخصيه. اذا سوشيبل معناتها يحب الاصدقاء. عندي كلمه فريندلي، فريندلي اوكي. دونك هنا عندي بيوتيفول. نتوما دائما كيما نقول لكم غير نوريكم التمرين ديروا بوز، حوسوا وحدكم ورجعوا ليا للتصحيح. سوشيبل فريندلي فوالا. نروحوا الان الى الاضداد اللي هما هيت. هيت معناتها اكره، ان شاء الله ما تكرهوا والو في حياتكم، خلوا قلبكم فيه غير المحبه للناس. ونيفر معناتها جامي ابدا، العكس ابدا شنو هو؟ دائما. شفنا واحد الكلمه كي كنت نقرا لكم كنت معناتها دائما، واكره حوسوا لي كلمه معناتها نحب. فوالا دونك جامي 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 العكس تاعها دائما 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 دائما، قريناها دو فوا اللي هي اولويز. هاي ليك اي اولويز دائما نشري لي دي في دي، وشفناها زوج خطرات. هاي ليك اي اولويز بلاي وذ ماي فريندز صح. هذه نيفر هي العكس تاعها اولويز صح. ولا العكس تاع اي هيت، وراهي كلمه معناتها احب، وراهي احب وراهي احب. ام فريندلي اي كوايت صح منا، ذات اي كليفر اي دون 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 منا ماكاش. روحوا هنايا راني ندير كيما نتوما ديروا هكا، راني ندير كيما التلاميذ تاعي يقولوا لي تيتشر راني ندير هكا ندير هكا ندير هكا ندير هكا، ماشي جزنا على وحده هكا. هي ليك اي لاف، وامام تقدروا ديروا ام فيري كين اون معناتها نحب السبورت، بصح هي اللي مليحه كامل هي لاف. لاف هي اللي صحيحه. نكره
نحب كلمة صغيرة. وكان درت لكم I don't like وعبارة طويلة، انتوما ديروا لها هذه طويلة، بصح كي خيرت هي كلمة غير صغيرة حنا ثاني نجاوبوها بكلمة غير صغيرة. في الأصداد والمرادفات دائما ندو لا ميم شوز، يعطيك فعل عطيلو فعل، يعطيك صفة عطيلو صفة. فهمتوني وليداتي؟ نروحوا للتمرين الموالي. التمرين اللي بعده هاوليك ديروا له كابتور، فكروا لي فيه ونرجعوا عاودوا مشوها وصحوا معايا. اذا التمرين يقول I correct the mistakes. mistakes معناتها الاخطاء، وصحح الاخطاء في الجمل الاتيه in the following sentence. ليلى can write and speaks english very well. هنا رايحين نعاودوا نشرحوا الدرس، تبعوا معايا مليح مليح مليح، ان شاء الله تكونوا درتوه صحيح. ليلى كان صح، وشنو هي كان؟ كان قلنا it's a model. هذه I use it to express ability. صح، I use can to express ability. بصح واش يجي مراها؟ لازم يجي مراها stem. القاعدة تقول مع can يجيني stem. هل هذا stem؟ stem يعني الحروف الأصلية. صح، راح تلاحظوا بلي كاينه اس زياده، دونك نحي هذاك الاس. نفس الشيء تقولي لي ليلى كان رايت اند ماشي سبيكس، هذا الاس تاع ليلى لو كان ما كاش كان وكان جات هكا ليلى رايت اند سبيكس صحيح، بصح مادام دخلت ان كما ان واخواتها وكان واخواتها حيتبدلوا صوالح. كيف كي تدخل كان واخواتها يتبدلوا صوالح، يطيروا الحروف الزائده. دونك هنا تولي عندي رايت وهنا تولي عندي سبيك. نعاودوا نكتبوها هنايا بطريقه صحيحه وشابه. I cannot sing. هذه كي تقراها شابه بزاف وصحيحه وما فيها حتى اخطاء، فيها خطا املائي. كون تتبعوا معايا الدرس اللي درت لكم في الفيديو تاع كان وكانوت تلاحظوا باللي قلت لكم هنايا تجي ملصقه، الكلمه الوحيده في لونجلي اللي تجي نوت لصقه معاها جزء منها. صافي تولي لي هكا I can، زيدوا لها الان تاع النوت هكذا، ولا تحبوا تصحوها كامل وديروا هكا I can't. بصح هو هنا يدوموند لكم هذه، هذه اللي دوموند هنا لا درتوها، ممكن استاذه تحسبها لك نصف علامه فقط، هذه اللي تجيب بها العلامه، باسكو الخطا هو كيما لصقوش لسباس هذاك لازم يتنحى. نروح للثالثه يو كان بلاي ذا امزاد. صح، وكان كاينه نقطه مليح، بصح هو السؤال، السؤال كي يكون عندي سؤال واش يصرى؟ تولي لي كان هي الاولى واليو تجي منا، ولازم هذه كي تولي الاولى تولي لي ماجوسكول، دونك تولي عندي هكا كان يو، ما تنساوش النطق تاعها كن ماشي كان. كان يو بلاي امزاد؟ انا نقول له يس يو كان، اي كان، ولا نو اي كان نوت. فهمتوني؟ نروحوا للتاسك نمبر 2. I supply capital letters. Capital letters ça veut dire les majuscules and punctuation معناتها علامات الوقف. صح، شفنا لا ماجوسكول وين تجي في الاسماء لي نون بروبر كامل بدايه جمله. ديجا هنا شوفوا غتشوفوا بدايه جمله عرفوا بلي كاينه خطا، ديروا هكا الاستاذه كيما راني ندير زوج خطوط وسطروا لها وصحوا هنايا. دونك محمد ديب اسمو لازم يكون ماجوسكول. محمد ديب is a very famous مليحة، ما كان نعاودو نكتبوها نتوما كتبوا، انا ندير هكا باش لا فيديو ما تجيش طويله. Algerian c'est une nationalité، دونك لازم تكون في الفرنسي راهي صحيحه بصح بالانجلي لازم تكون capital letter. Algerian writer صحيحه بصح ما داروش النقطه، دونك حنا نديرو writer ونديرو نقطه هكا باينه full stop. تولي عندي وحده زوج ثلاثه أربعة، كل واحدة عليها نص نقطة طيحوا في الباغم الصحيح زوج نقط. نروحوا للتمرين اللي بعده نشرحه لكم وديروا باوز. I write the phonetic transcription of the model can. هاي model can كما سمينا، قلت لكم هنا it's a model. صح، هنا راهي الاولى، هنا واش قلت لكم في لا فيديو، شوفوا لا فيديو تاع النطق الصحيح اللي كان وكانت، قلنا كي تكون هي الاولى ولا تجي هي زعما تجي هي هنا والهضره كاع، ولا تجي شويه هضره ومن بعد تجي هي ومن بعد تكمل الهضره، في هذه الحاله نستعملوا الويك فورم. نستعمل الويك فورم اللي هي كن، هذه كن. صح، ولا كانت الهضره كامل ومن بعد تجي هي في الاخير مراها نقطه راحين نستعملوا ذا سترونغ فورم اللي هي كان. كان هاك هذه خفيفه ويك فورم وهذه قويه سترونغ فورم. دوك نشوف هنا راهي هي الاولى، هاي لك القاعده ويك فورم. صافي هنا نكتب كن كن
هنا yes I can، شوفوا هي التالية هاي لك، شوف طبق عليها هذا القاعدة، ها هي والنقطة. إذا نحن نستعمل the strong form can، صح. هنا راهي في النيجاتيف، النيجاتيف عندها ترانسكريبشن وحدة برك اللي هي can't. خلطت لكم أنا لونجلي مع الفرنسي دي فو حتى تتلف لي قاع. So can كان and can't، هنا باسكو راهي التالية، هنا باسكو راهي نيجاتيف، وهنا باسكو راهي هي الأولى. It's a question. عندنا وضعية إدماجية نخلوها وحدها في فيديو وحده باش لا فيديو ما تجيش طويلة بزاف. نتلاقاو في البقية في لا سويت إن شاء الله. تهلاو في روحكم وفي والديكم. سلام.